فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: والدي كبير بالسن ووالدتي أيضا، وإخوتي موظفون في الدولة لا يتفرغون في موسم الحج، وأريد الذهاب لحج الفريضة هذه السنة ولم أحج من قبل، هل يجوز لي أن أحج بلا محرم؟ السائلة امرأة. نعم امرأة. لا تحج بدون محرم، لا تحج بدون محرم، لا يجوز لها ذلك، لا بد من محرم يذهب معها ويحميها من الفساق ومن الطامعين، ويكون معها، فإذا لم تجد من يسافر معه فإنها لا تحج حتى يهيئ لها الله محرما يسافر معها للحج. نعم.